مرحبا صبايا، كيفكو؟ اسمي بيرلا وكتير مبسوطة عشان نكون ضمتوا لي معي ملك، سما وأمل. اليوم رح نحكي شوي عن تشتت الانتباه والالتهاء خلال السواقة. جاهزات صبايا؟ جاهزات صبايا؟ صبايا معاكو رخص؟ أنا وأنا شو السبب اللي خلاكو تاخدوا رخصة؟ يعني هاي الجيل بنحب نطلع ونروح ونيجي، يعني تطور الوقت وهسه في سيارات وبأريح كيف وسيلة النقل أحسن. صرنا كبار يعني صير لنا مسؤولية أكبر من كيف. طيب أي نوع سواقين تعدوا حالكم؟ مرات يعني بالبلد زيد السرعة هيك، مثلاً بسرع بلد وبرا البلد. يعني بالبلد بمشيش على القانون، بعرفش أمشي شوي شوي سوعة كيفوت طبعاً. تزرع شوي مش راح يصير إشي. طب بدي أسألكم عن البلد اللي أنتوا فيها، كيف أنواع السواقين اللي فيها؟ أما الشباب يعني متهورين مش مستعدين يوقفوا يعطوا حق الأولوية عندك تزكى عشان تمشي. هناك حداش بصبروش عليه يعني سألين زمروا كتير زمامير مثلاً عندنا بالبلد وهيك. طب صبايا هيك بناتنا، ولا مرة فتحتوا رسالة من حدا ورديتوا عليها؟ ولا مرة تمكياجتوا؟ تلفون كثير بستعمل لما أسوق. مش حدا بستعملش التلفون، استنى استحاه مهمة أو هدعاء. صح أنا بستعمل التلفون وكثير بعمل مشاكل، بس شو بالآخر بسيطر أسواق. بس إذا تغير غناي بحال غناي بعجبتنيش بمسك التلفون وبغير. يعني بالإشي بخوف لما أبكى بالتلفون وعلى السواقة. شكراً كثير على صراحتكم، كثير حبيت وتشرفت بمعرفتي فيكم. طيب صبايا خلينا إسا نشوف قديش عندكم عن جد سيطرة على السيارة، بس بالأول خلينا أعرفكم على عفيف. مرحبا صبايا، إحنا موجودين بجانب سيمولاتور مبرمج. هذا سيمولاتور جاي يعطينا كيف إحنا بنشعر، كيف بنحس لما نكون قايدين السيارة، إنه إحنا ذهننا بشرد في أمور جانبية. وبتمنى لكم النجاح في الفعالية ويلا نبلش. لما مسكت التليفون عشان اغير الغناي فخبطت حادث، طلعت من هدعاء فتحته وردت عليها فالتهيت شوي عن السواقه وصار اللي صار. تليفوني ران انجبرت اني ارد، لما رديت التهيت عن السواقه فصار حادث وكلبت السياره.